صباح الخير على جميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. ده الجزء الثاني يا جماعه من طريق النصر مدينتي. نبدا مع بعض. معالم بيقول لك 500 متر التجمع الاول مدينه الرحاب اللي هو المدخل اللي جاي ده من طريق الخدمات. في مداخل كتيره اتعملت توديك على التجمع والرحاب. والادار تاني اهو لسه معدي. الانشاءات طبعا على طريق السويس مستمرة اهي. عايز يلف ويرجع يا جماعة من اليوتيرن ده ومن هنا بقت السرعة 120 مش 100.
كثافات كويسة، هي مفيش كثافات عالية ولا حاجة. مدينتي عدينا اهو البوابات بتاع طريق السويس. هي مدينتي بعد البوابات بحاجة بسيطة كمان. يعني مش هتلحق تمشي قوي، وهتلاقي ايه؟ وهتلاقي المدخل بتاع مدينتي. هتلاقي اليافطة بتاعت قصر أكل السمك ولا إيه؟ على اليمين أهي المدخل اللي بعديها على طول. استيك اهي وشيل اوت، وفيها الكثير من الانشطه التجاريه ومؤسسه السلاب، منصور، تويوتا، تويوتا مصر، وادي على اليمين جوه اهو بتاع عربيات كتير قوي. وادي يا جماعه اهو المدخل بتاع ايه؟ بتاع مدينتي. ده المدخل الرئيسي اهو. وعاملين سور بينزل ميه شبه سور مجرى العيون كده. منظر جمالي على المدخل الرئيسي.
الطرق طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده جوه مدينتي جيدة ومظبطين البلدية. طبعا مشجرين الطريق رايح جاي، المناطق الخضراء واخدة حقها يعني. فدينا ايه، بناخد ايه جولة خفيفة كده كام دقيقة داخل ايه داخل مدينتي، ومرة تانية نبقى نعمل لكم جولة خاصة بقى ايه خاصة بمدينتي نفسها. بس ادينا نبقى ايه نبقى شوفنا ايه حتى ولو كام دقيقة داخل المدينة. ده نادي مدينتي الرياضي اللي على اليمين، ده اللي احنا بنلف من جنبه ده. بيقول لك المسجد الجامع، الحديقة المركزية، طريق السويس، بوابة واحد اللي احنا داخلين منها. يعني لو عايز ايه لو عايز ترجع لها انا كان المفروض اخش من اليمين ده، وبكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. استاذنكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك في القناة ويدوس لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة. مع السلامة.